ده يا جماعه موديل ميديبيديك من شركه يانسن. ده الموديل طبعا اللي هو كويس جدا جدا. ده نفس الموديل اللي هو الموميري فوم في شركه انجلند اللي هو فيسكو بيديك. ده ميديبيديك 29 سم و27 سم، قصة منفصله وموميري فوم. ده يا جماعه كويس جدا ومريح، قصة منفصله. واللي عايز برضه حاجه عاليه بس ما تكونش، يعني عايز حاجه موميري فوم كده بس ما تكونش ارتفاعها عالي. الموميري فوم يا جماعه ده اللي هو زي كده، ده كده الموميري فوم اللي هو بيبقى موجود في المراتب سواء في اللي هي الرياليتي او اي موديل فيه ميموري فوم. ده شكل الميموري فوم اهو، لو احنا طبعنا عليه كده زي ما انتم شايفين كده، طبعا كده بياخد بقى ما يكون نايم عليه بياخد شكل الجسم، فبيدي راحه طبعا جميله جدا في النوم وكويس قوي. الموديل ده متاح منه برده جميع المقاسات، موديل رياليتي ده متاح منه جميع المقاسات دي. كده يا جماعه برده شكل الخداديه اللي هو حد بيطلب خداديه ميموري فوم بالجل. ده كده شكل الميموري فوم اللي هي الخداديه الميموري فوم، وده الجل عشان كلنا عارفين. لو احنا حطينا علينا يعني الجل ده مش اللي هو بيعمل لك بروده المخده على طول، يعني احنا حاطين ايدي دلوقتي مخده ساقعه كانك حاطط عليها تلج. ده ميزه الجل في الخداديه، ما تخليهاش تعمل لك حراره تمام وانت نايم. يعني المخده دي برده ده شكل الجل اهو يا جماعه، عشان اللي بيطلب مخده موميري فوم بالجل. ده الموميري فوم، شكل الموميري فوم، وده شكل الجل. الموميري فوم طبعا طبيه وبتاخد شكل الفقرات تمام، والجل زي ما انتم شايفينه كده بيعمل بروده في المخده عشان خاطر ما تحسش بحراره. يعني في الصيف او في الشتاء بتلاقي المخده ساقعه، فدي برده حاجه كويسه جدا. انا عرضت لكم برده شكل المخدات الثانيه دي، شكل برده يعني دي كده يا جماعه اعلى خامه في الخداديات والمخدات بشكل عام اللي هو ده. ده كده يا جماعه اللاتكس الطبيعي، طبعا هي جوه الكفر بتاعها مش باينه قوي، بس ده اللاتكس اللي هو اللاتكس الطبيعي. ده اعلى من ميموري فوم واعلى من اي سفنج موجود زي ما انتم شايفينه كده. دي كده شكل اسمها ميموري لاتكس كونتور. لاتكس كونتور دي يعني ايه؟ واخده شكل كيرف الرقبه. لو احنا بصينا من الجنب كده هتلاقيها من هنا كده لا طالعه بكيرف كده. دي المخده اللي هي الطبيه اللي بتاخد شكل الفقرات. لو انت عندك مشكله في الفقرات تطلب المرتبه اللي هي اللاتكس بالجل دي يا جماعه، جميله جدا جدا وتحفه ومريحه جدا طبعا في الاستخدام. هنبص تاني يا جماعه اللي هي الموميري فوم كونتور. ادي يا جماعه نفس اللي هي اللاتكس كونتور في اللي هي الموميري فوم كونتور اللي هي بتاخد شكل الرقبه اللي هي الموميري فوم دي. كده زي ما احنا ضغطنا عليها كده بتقوم مطبعه، فدي كده لما تنام عليها وانت نايم عليها كده تمام بتبقى تحت الجزء ده اللي بيبقى تحت الرقبه كده، فبتاخد شكل الفقرات اللي هي او شكل الرقبه، بتديك طبعا راحه كويسه جدا جدا في النوم. ودي شكل الخداديه العاديه اللي هي الفايبر اللي هي انجلندر، هتلاقيها مكتوب عليها انجلندر من هنا اهي. طبعا دي كل اللي هي الخداديات او المخدات. خلينا برضو نشوف طبعا يا جماعه شركه يانسن عامله عرض كويس جدا خاص بمعرض لومار شي زي ما انتم شايفين كده. بتاخد سكونه 160 سنتي وظهر سرير شرائح اتنين كومود اللي هو ده زي ما انتم شايفين كده تمام، وكل ده ودولاب خشاب وكل ده ب 12999. شركة يانسن عاملة الكلام ده عشان خاطر عيد الأم. دي شكل الخدادية الفايبر يا جماعة الطبيعة، دي الفايبر اللي هو العادي انجلندا طبعا عليها الاستيكر بتاع الشركة. ده يا جماعة شكل الكفر اللي هو البشكير بتاع المرتبة. أي حد بيطلب كفر بشكير انجلندا أو يانسن بيكون بالشكل ده كده. ده كده كفر يانسن هو عليه التيكت بتاع الشركة اهو يا جماعة، ده تيكت شركة يانسن اهو يا جماعة. اي حاجه من منتجات الشركه لازم يبقى عليها التيكت او الاستيكر بتاع الشركه ده تمام. زي ما انتم شايفين ده الجلد اهو، ده الجلد الطبيعي. الجلد ده يا جماعه اللي بيعمل الووتر بروف بتاع لما تركبه على المرتبه بيكون الووتر بروف بتاعه بيكون هو ده من الوش بتاعه بشكير. ده طبعا عشان يعمل عازل للميه واي حاجه سوائل بتوع على المرتبه. وده البشكير ده بيكون كويس وفي نفس الوقت ما بيخليش الملايه بتتزحلق من على السرير. طبعا هو بيركب على المرتبه الوش البشكير ده بيبقى فوق، ومن الجنب كده هتلاقي في استك بيركب في المرتبه بالشكل ده كده. احنا لما نيجي نركبه في المرتبه بيركب بالشكل زي ما انتم شايفين كده. ده كده الكفر بيركب من جميع الاجناب بالشكل ده كده، الجنب ابيض زي ما انتم شايفين والوش كله بشكير. تابعوا معانا يا جماعه وهنعمل لكم دلوقتي برده عرض تاني على في برضه يا جماعه المخدات اللي هي الموميري فوم ستاندر زي ما انتم شايفين. دي كده المخده اللي هي الموميري فوم ستاندر بتاع شركه يانسن، هي دي الشكل بتاعها يا جماعه اسمها موميري فوم. دي ممكن تطلبها زي الفايبر
بس بتكون الخامة بتاعتها مو يونيفورم، مش واخدة بقى شكل الفقرات أو شكل الرقبة وكده. تمام، دي كده شكل الخدادية الميموري فوم ستاندرد. تمام، طبعا اشكال الخدات والحاجات دي يا جماعه في منها طبعا اشكال كتير جدا. ده يا جماعه شكل الدولاب هو اللي معمول في العرض. تمام، دوت الدولاب اللي شكله كده، واتنين كومودو، والسرير ده 12999. تمام، دي كده طبعا حاجات كويسه جدا جدا. وتابعوا معانا كده يا جماعه دلوقتي، هنعمل لكم فيديوهات تانيه من داخل المعرض عشان خاطر نوريكم بقيه موديلات انجلندر وموديلات شركة يانسن. تابعوا معانا، شكرا.